جاءتي لكم اليوم من جمعية الفن المعاصر في البحرين. إن شاء الله نتمنى أن تكون رحلة موفقة في هذا اليوم، وإن شاء الله نلتقي مع الفنانين والخزافين البحرينيين، وأيضا نلقي نظرة على جمعية الفن البحريني المعاصر. كريم العريض طبعا هو يعتبر أهم أعلام رواد الفن التشكيلي في البحرين، مؤسس الحركة الفنية التشكيلية، فطبعا هو له الفضل الأكبر في إنشاء هذه الجمعية. فإحنا بمرور 50 عام قبل 3 سنوات على تأسيس الجمعية حبينا نكرم أستاذ عبد الكريم، وأستاذ عبد الكريم الوحيد اللي ما زال على قيد الحياة من الفنانين، الله يطول عمره إن شاء الله. فبحضور أستاذ كريم عملنا ليد المفاجأة إن سوينا هاي التمثال في الذكرى 50، بحيث انه يكون رصيد الى تاريخ الحركة الفنية التشكيلية في البحرين. طبعا هذا من شغلك ها؟ شوي من شغلي. يعطيك الصحة. كان من شغلي، واحنا ان شاء الله احنا خطتنا يكون 4 رواد المؤسسين اللي وقعوا على تأسيس هاي الجمعية، استاذ كريم العريض، استاذ راشد العريفي، واسحاق خنجي، وعبد الكريم البوستل. 4 راح يكون لهم تماثيل تزين مدخل الجمعيه باذن الله. هذا التمثال لاستاذ راشد العريفي، احنا كنا مستضيفين بروفيسور مصري وكان المستشار الثقافي لحكومه مصر في روسيا دكتور اسام السروي من مصر، واحد اهم اعلام يعني النحت التشكيلي في الوطن العربي والعالم. فطبعا نحت التمثال اهداء الى الجمعيه في فتره استضافته، وكان عباره عن ورشه عمل، وبعدين احنا حطيناه في مدخل الجمعيه احتفاء بالمرحوم استاذ راشد العريفي. واستاذ راشد يعد من احد ابرز الرواد، وهو اللي كان ماسك يعني قبل وفاته اداره الجمعيه، كان رئيس للجمعيه. يعد من اهم المباني الاثريه في البحرين. عمر المبنى 105 سنوات. ما شاء الله المبنى ده عمره 105 سنوات. هذا كان عبارة عن مستشفى للبريطانية، وكانت هنا موقع القاعدة البريطانية. تحول من مستشفى إلى مركز أو معهد. هلا أبو أحمد. فنون تشكيليه الجماعه اللي موجودين، فحصلوا فرصه والتقوا برئيس الوزراء وكان مستشار للحكومه بليغريف في ذيك الفتره، فطلبوا انه يكون عندهم مكان. فبليغريف طبعا وصى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء امر بصرف هذا المبنى الى الجماعه الفنانين، وكان على رئيسهم طبعا استاذ كريم العريض، استاذ راشد العريفي، عبد الكريم البوسطه، واسحاق خنجي. اسحاق خنجي طبعا من النحاتين المشهورين. فاحنا طبعا سعيدين جدا، ونقول دائما احنا كاليوم فنان شباب من مفاخرنا ومكاسبنا ان عندنا هذا المبنى، مبنى له تاريخ طبعا 105 سنوات، ومبنى له تاريخ فني وحركه فنيه ورصيد في الفنانين اللي دخلوا في هذا، فان شاء الله حنقدر نحافظ عليه. انتم طبعا اسعدتونا وشرفتونا، وهذا المبنى مو فقط خاص بالبحرينيين، خاص بكل فنانين دول الخليج والوطن العربي. أي وقت تجونا تشرفونا وعلى راسنا. تسلم الله. هذا مجلسنا. المجلس طبعا من سياساتنا احنا، اي عضو ما عنده ضيوف يستقبل ضيوفه في المجلس. الجمعيه مفتوحه 24 ساعه. ان شاء الله بمحترف الخطاطين، ده محترف جديد صار عمره 5 سنوات من سويناه، ويعتبر من اهم المحترفات في الخليج العربي، لانه هو المحترف الخصيص الوحيد في الخليج العربي كخط عربي. تفضلوا شرفونا. تفضل. التقديم اللي سويناه احنا هاي السنه، استضفنا اللوحات الفائزه في ارسيكا. هذه من اهم اللوحات، وحتى لو تشوف الاسماء اللي موجوده وسنوات على مده 36 سنه عمر المسابقه، مسابقه ارسيكا. اسبوعي مثلا خطاطين كل اسبوع يوم الاثنين للثلاثة، البارحه كان عندهم لقاء، البارحه امس عفوا، فتشوف يجون خطاطين من الساعه 7 يقعدون للفجر حتى. الرسامين اليوم الاربعاء ليله الخميس يجون من الساعه 8، ونفس الشيء يقعدون يشتغلون في المرسم. بس باقي الفنانين اي وقت يقدر يجي ياخذ راحته، بس احنا اللي يلبسون اللقاء، اللي ما يبغى يتمرن او يعرض تمارين على الاساتذه حتى لو بس يشرب شاي. شغل الخزافين وضميناها الى وين؟ الى هني. ما يعطونا، لان طبعا الايجار ما اجر صعب شوي، فبعض بعض الاعمال بتلاقونا حتى مال غاده، مال حبيبي محسن تيتون موجوده، اعمالي موجوده هني في اللوبي في المكان هذا. في المكان هذا
وفي بعض الأعمال هذا محسن تاتنكم معروف سلوبة وسلوبة أنا طبعا هذا تمام ممتاز والله هذا أعمال مالي أعمال غادي الجدارة طبعا من جهتين من جهتين جميل جميل وهذه حق غادي وبعضهم هذا حق غادي أعمال وبعضهم أبو علي وهذا أبو علي موجود عمل ماله غادة موجود عمل ماله غادة من أعمال فنانة غادة الخزاعي طبعا وهذا عمل كنت مسوي للمدرسين أنا مودي شاف تربوي أول فسويت لهم عن الأنصبة التذكارية فصابناهم جبس وبعدين اشتغلنا على المجسمات تقريبا 25 معلم سوينا وبعض اللي احنا نسوي بعض الورش العمل جميل جدا جميل بعض الورش العمل الآن راح نزور المحترف أو الورشة الخاصة لي ورشة الرسم ورشة الرسم أنا هناك ما حد يسوي تفضلوا هنا طبعاً إحنا الحين في زيارة لورشة خاصة أو محترف الرسم اللي في جمعية الفن المعاصر مساكم الله بالخير السلام عليكم الصحة والعافية طبعاً أيمن معروف إنه دائماً نشيط وشغال يعني 24 ساعة ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية يسوي معك إخوانك من الكويت ومن السعودية الله ينعم حالك هاي محترف الرسم ماله حق الرسامين وقعدت هذا محترف الرسم مثل ما تشوفون في جمعية الفن المعاصر نشوف اللوحات والفنانين والفنانات يمارسون الرسم بإبداع وبفكر وأيضا الوفد الخليجي الآن يزور هذا المحترف لإلقاء نظرة على هذه الأعمال الجميلة. احنا عندنا كان محترف مال الطباعة وما زال خلينا حق الجرافيك شغل الجرافيك وجزء منه ستور طبعا فعندنا احواض وعندنا هذا السلك سكرين جميل محترف النجارة النحت والنجارة شوفوها في جمعية الفن المعاصر محترف اعمال استاذ عبد الغفور الشباب طبعا يهديه القسم ده قسم الخشب والصب القوالب والنحت شغل النحت هنا وابداع ابو احمد هاي شغل النحت هني ما كملت لحد الان قاعد اشتغل عليه الفنان راشد راشدي راشد العريفي شوفوا هاي انتاج الفنان عبد الرسول الغايب طبعا هني بعد بعض الورش العمل اللي نسوي طريقه الشرايح وطريقه الحبائل و طبعا بعض الاعمال انا بدات اسوي حميده بدات اسوي من صوت بيت حميد خزعه يا سلام خزعه الكويتي او فنان حميد خزعه رحمه الله عليه يعطيك الصحه والعافيه صديق وفي انت يا ابو صديق وفي من 76 معاه تعرفت انا 76 ايام الدراسه وسكنت معاه في نفس الشقق يعني نعم انا لان كنت في 76 تعرفت على الكويتي الا ماجد محمد قنبر قعدت معاه نعم حميد الله يرحمه ويطول بعمرك يا ابو هذه بعض الاعمال طبعا جميل جدا هاي الاعمال هذه لك ها؟ اي هذه بعد ما شاء الله كل الاعمال موجوده طبعا السمبلات اللي هنا الالوان السمبلات هاي نافذ نافذ ما شاء الله هذا الفيلم الجميل لجمعية في بريطانيا سوف اخذت له بعد كم ماخذ
ساعه يجي يشرب الكوفي شوب. راح يصير كوفي، راح يصير في قهوه وكوفي بالضبط كوفي شوب، وعندنا في بازار انتاج فنانيننا بيكون معروض للبيع، وبيكون عندنا استيراد خاماتنا عشان احنا نبيع على اعضائنا من غير ربحيه. فهاي بيكون مشروع استثماري للجمعيه قاعد اشتغل. البشر خير من احياء الحجر، فاول شيء نحيي الفنانين اللي عندنا ونقويهم بالبرامج الانشطه تخف رجولهم، خاصه بان الجمعيه تاريخ، ولكن في العشرين سنه اللي فاتت خف شوي النشاط. فالحمد لله رب العالمين في هالسنتين او ثلاث سنوات اللي فاتت رغم الكورونا الجائحه، والا ان الفعاليات كانت خفيفه وقويه. بس نروح لحين فيه. جميل جدا. سمبوزيوم ان شاء الله شرفونا في السمبوزيوم ان شاء الله الاسبوع الجاي الشهر الجاي ان شاء الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الجميله هذه يعطيكم العافيه. وفد من الخزافين من دول مجلس التعاون الخليجي. خزافين الخليج استاذه ليندا عسكر من اعضائنا اللي نفتخر فيهم دائما. ساعقين العربي ايضا من الفنانين اللي نفتخر فيهم دائما ودائما. واستاذ زين فاطمه، فاطمه شنو فاطمه بعد احنا ما شاء الله عندنا ما يقارب 180 عضو. هاي طبعا ورشه رسم خاصه راونا بعد الاستاذ، هاي شغل استاذ عقيل طبعا. هذه صور شوف، هذا احمد السني من اول موجهين للتربيه الفنيه، وكان يرسم وتالي صار الموجه الأول من هذا. هذا لين تقريبا المؤسسين إلى الجمعية ومن كبار. ناخذ من هنا أحمد العريفي، ناصر يوسف الله يرحمه من الفنانين المعروفين، هذا الوزير طارق المؤيد اللي وراه اسمه أستاذ عباس المحروس من الفنانين، هذا يعقوب يسمونه يوسف يعقوب أو أبو يعقوب، عبد الله المحرقي اللي وراه حاقنجي، طبعا الأمير مرحوم الشيخ عيسى، وراه راشد العريفي، واللي تحت أحمد السني، وهذا الطويل كريم العريض، وهذا من الفنانين الكبار الله يرحمه حسين السني أخو أحمد السني، وهذه عبد المنعم البوسطة أخو كريم، وهذا أحمد نشابة هو من سكرتير جمعية فترة طويلة صار. ما شاء الله. هذا تقريبا الرعيل الأول اللي أسسوا الجمعية واشتغلوا فيها. أحسنت يا أبو علي، أحسنت. الخزافين الخليجيين على وليمة خزفية جميلة من جمعية الفن المعاصر، ودعوة كريمة لكل الحضور إلى وجبة عشاء. حقيقة كفوا ووفوا أهل البحرين الطيبين المحترمين اللي ما قصروا في ضيافتنا الكاملة. دكتور عوام تينا بكبرش هدية، تينا بكبرش هدية يعني عشان كذا نجيب لك هذه الهدية.